على الاقل يوم او يوم لا بنتكلم مع حضراتكم عن مبادره ما من مبادرات وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه كلها مبادرات يعني معنيه في اساسها على فكره التوعيه والمشاركه وايضا تشجيع الشباب على ممارسه الرياضه. يوم الخميس الجاي ان شاء الله بتقيم وزاره الشباب والرياضه حفل ختام مبادره تحدي الشباب 2020 اللي اطلقتها بالتعاون مع منظمه اليونيسف وايضا برنامج الامم المتحده الانمائي. ودي من المبادرات الشبابيه اللي هدفها اشراك الشباب في افكار تنمويه لخدمه المجتمع ولخدمه البلد بشكل عام. كمان في مبادره ثانيه مهمه جدا تم فتح باب المشاركه فيها وهي مبادره لا للتحرش لا للبلطجه للشباب والفتيات بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وايضا صندوق الامم المتحده للسكان. ولمعرفة تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة وكمان عن تطوير ملاعب مراكز الشباب معنا على التليفون الأستاذ الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الفل على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح الخير عليك يا أستاذ كريم وعلى الأستاذ نهاوند، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين والمتابعين لقناتكم الموقرة. ربنا يخليك يا فندم. طبعا بداية كلام مشكورين على المجهودات الواضحة الجلية الملموسة. أنا كنت لسه بقول من لحظات إن إحنا لو ما كناش بنقول الكلام ده يوميا فإحنا على الأقل بنقوله يوم أو يوم لأ، إن في مبادرة ما، إن في فعالية ما، إن في نشاط ما، سواء السيد الوزير دكتور أشرف صبحي أو من ينوب عنه من الوزارة بيحضرها أو بيفتتحها. فواضح إن في أجندة يعني دسمة جدا عند حضراتكم مشغلين عليها، مش كده برضو؟ طبعا هو خلينا نتكلم، يمكن مبادرات كتيرة بتنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى الهيئات الدولية، بتهدف في النهاية إلى إيجاد قيمة حقيقية وإحداث تغيير على المستوى المجتمعي من أجل تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة. دور الرياضة هنا أو دور وزارة الشباب والرياضة هنا هو الدور المجتمعي الأبرز اللي بتهتم من خلاله بدعم كافة المبادرات اللي بتهدف للتطوير المجتمعي زي ما قلنا لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة. وجميل كمان يا فندم ان مش بس التركيز على النشاطات الرياضيه، ده كمان في تاتش اخلاقي تربوي توعوي زي المبادره اللي وانا بقول اسمها نهاوند كانت مبسوطه جدا. أيوة، فكره لا للتحرش لا للتحرش ولا للبلطجه، فبرضه شيء محترم جدا واكيد هيبقى له انعكاساته الايجابيه على مجتمعنا. طبعا مهم جدا برضه ان احنا نرسي قواعد الاخلاق داخل المجتمع من خلال ايضا عدد من المبادرات اللي بتأيد تلك الافكار البناءه والايجابيه ودمج الشباب في بوتقه واحده وهي بوتقه الاخلاق اللي بننادي بيها. على فكره دي مش اول مبادره احنا نعملها ضد التحرش او لتنميه الوعي الاخلاقي والثقافي، لا كان في مبادرات كثيره نفذتها وزاره الشباب والرياضه من قبل. خلينا نتكلم بس الاول يعني مواضيع كثيره عايزين نلقي الضوء عليها. نتكلم الاول عن المبادرة بتاعة تحدي الشباب، بعد كده ندخل على تطوير مراكز الشباب وكمان نتكلم على مبادرة اللي هي ضد التحرش. خلينا نتكلم برضو ان الدكتور أشرف صبحي بيهتم بشكل كبير جدا بتلك المبادرات، اكيد هيكون يوم الخميس الجاي في مركز التعليم المدني بالجزيرة المبادرة الخاصة بتحدي الشباب 2020 او ختام هذه المبادرة. بتتضمن فعاليات الحفل او المبادرة ديت عرض فيديو للفرق المتأهلة للمرحلة القابلة والمقبلة وهم هاندي بيور تراث كيان مبدع جلاري، وتختتم الفعاليات بفتح حوار ومناقشات مع الشباب طبعا اللي هيديرها وهيكون متواجد فيها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحده الانمائي في مصر السيد متر مدير هيئه بلان انترناشونال ايجيبت. كمان ده مهم جدا، والسيده قصدي السيده راندا افو الحسن دي الممثله المقيمه لبرنامج الامم المتحده الانمائي في مصر، والسيد متر ده اللي هو مدير هيئه بلان انترناشونال ايجيبت في القاهرة. ده مهم جدا. أما بالنسبة للجزئية الخاصة لمبادرة لا للتحرش دي برضو حاجة مهمة جدا بنأكد من خلالها على الارتقاء بأخلاقنا من خلال عدد من القيم والضوابط والمعايير اللي بتطلقها وزارة الشباب والرياضة واللي بتتبناها لكي يتحلى بها شبابنا.
طيب ممكن يا دكتور اسال حضرتك حاجه فيما يختص هذه المبادره تحديدا؟ حلو جدا طبعا ان وزاره الشباب تطلق هذه المبادره، انا ما اعرفش هل في تعاون مع المجلس القومي للمراه ام لا في هذه النقطه يعني، ولكن انا بتفق مع حضرتك على الصعيد ده، احنا لازم ان احنا نخلي بناتنا او الفتيات عندنا عندهم الوعي ان هم يرفضوا هذا التصرف وكمان يدافعوا عن نفسهم، لان الثقافه اتغيرت. زمان كان بيتقال للبنت مالكيش دعوه، ودي كانت ثقافه مغلوطه جدا ربما ساعدت في انتشار التحرش بشكل اكبر. فدلوقتي الدوله واخده هذا الاتجاه، اصلا في قانون صدر للتحرش من سنوات قليله، ما كانش عندنا هذا القانون من قبل، دلوقتي بقى في وعي اكتر، البنات بقت تدافع عن نفسها. بس على الصعيد الاخر احنا بنتكلم برضو ان ما زال هناك ربما نقص في فكره التوعيه الخاصه بالشباب، ان انت يا حبيبي يا شاب يا مصري يا محترم مش مفروض اصلا تعمل فعل زي ده. فالنقطه دي لسه شويه عايزين برضو نركز عليها، فاسمع من حضرتك يا دكتور اتفضل. مهم جدا. هو طبعا فتح باب المشاركه فيها، هي مبادره لا للتحرش لا للبلطجه للشباب والفتيات، بالتعاون هيكون بالتعاون مع الاتحاد المصري للكيك بوكسنج وصندوق الامم المتحده للسكان. تمام، ده كان مهم جدا، واكيد اكيد اكيد بيكون هناك تعاون وتنسيق تام مع الجهات ايضا المختصه. زي ما قلنا انت او حتى كان في البدايه في بدايه الحوار احنا قلنا ان هي اكساب الشباب والفتيات المهارات اللازمه للدفاع عن انفسهم لمواجهه ظاهره التحرش والبلطجه. هو مش بس والله تحرش وبلطجه، ده احنا كمان شايفين تنمر غريب الشكل داخل مجتمعنا. صح. كل ده في الاخر يعني بنحاول ان احنا نؤكد على القيم الاخلاقيه والارتقاء باخلاقنا، وده بياتي من الوعي اللي بتطلقه تلك المبادرات او اللي بتهتم بيه وزاره الشباب والرياضه. مهم جدا يا استاذ نهاوند، مهم جدا يا استاذ كريم ان احنا ناكد على ده، وده دور الاعلام، ده دور الاعلام ان هو يقدر يوعي او يقدر يرفع الوعي الثقافي لدى كافه الفئات العمريه اللي احنا بنستهدفها من هذه المبادره. بصفه خاصه لك ان تطمئن سيادتك، احنا يوميا بنتكلم على النوع ده من الموضوعات، ومش قادر اقول لك يعني بشكل شخصي نهاوند بتسخن جدا لما بتيجي سيره التحرش او البلطجه، فما تقلقش يعني نهاوند لوحدها شايله على عاتقها المسؤوليه. مهم جدا يا استاذ كريم. طبعاً يمكن طبعاً. يمكن حضرتك قلت كمان مراكز الشباب، مراكز الشباب هيكون لها دور كبير جدا، احنا بالفعل بنطور مراكز الشباب واخرها دلوقتي المرحله الثامنه اللي احنا شغالين على 99 ملعب خماسي و21 ملعب قانوني بجميع المحافظات اللي بيتم تطويرها باجمالي التكلفه 103 مليون جنيه. هو مش الهدف بس ان احنا بنطور او بنرفع بنطور البنيه التحتيه لمراكز الشباب، مراكز الشباب بالفعل تم تحويلها لمراكز خدمه مجتمعيه. جميل. مجهودات يعني مراكز خدمه مجتمعيه مش بس بتهتم بالانشطه الرياضيه، لا بتهتم بكافه الانشطه المختلفه سواء بالزبط. فنيه او ثقافيه او لسه قايلين كده. بالظبط بالظبط يا دكتور بالظبط، وهيكون لها دور كبير جدا في التاكيد على هذه المبادرات ونشر الفكر الايجابي، واللي من خلاله هنقدر ان شاء الله نطور مجتمعنا ونرتقي بشبابنا ان شاء الله. موفقين دايما يا فندم، سعداء جدا بالتواصل مع حضرتك وبنشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه.